استعراض الموقف الحالي لفيروس كورونا وآخر المستجدات في التشخيص والعلاج وتأثيرات الفيروس على باقي أجهزة الجسم ومتابعة التحورات خلال فصل الشتاء هو ما تم استعراضه خلال فعاليات المؤتمر العلمي 63 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتضرن. الحالات قليلة جدا، التداعيات قليلة، كل معظم الحالات بتعاني من أعراض بسيطة جدا وبيتم السيطرة عليها بكل وسائل العلاج المتاحة. وفي حالات كتير جدا بتتشابه مع الانفلونزا الموسمية، والأطباء يقدر يفرق بين حالات الانفلونزا الموسمية وبين الحالات الكورونا. ويمكن حضرتك سألتني على تطعيم الانفلونزا الموسمية غير كورونا، كورونا لازم كل الناس تطعم اللي هي الفئات المستهدفة، إنما الانفلونزا الموسمية عندنا بعض الفئات هي اللي محتاجة هذا التطعيم، مش كل الناس، فوق 65 سنة، الأطفال أقل من 5 سنوات، اللي عندهم أمراض صدرية مزمنة أو أمراض قلب أو كلى أو كبد، كل دول هي دي الفئات اللي احنا نفضل أنها تطعم ضد الإنفلونزا الموسمية. كما تم خلال المؤتمر الكشف عن أبحاث وبروتوكولات جديدة لمرضى الصدى الرئوية وتليف الرئة واضطرابات النوم وتأثير التغيرات المناخية على مرضى الصدر. التلوث البيئي ما ده من الحاجات اللي هي بتغير اساسا، تؤدي للربو الشعبي وتؤدي كمان للسده الرئويه، الالتهابات الشعبيه من الحاجات اللي مهمه جدا، التليفات الرئويه اللي ممكن تظهر مع الوقت. على فكره في نقطه مهمه قوي انا بشير اليها، انه بعض في امراض التليفات الرئويه ممكن تيجي عن طريق تربيه الحمام، ودي ناس كتير قوي مش عارفه المعلومه دي. اللي بيحصل بقى في الاضطراب بتاع النوم ان المده بتاع توقف النفس بتزيد الى حد ممكن يهدد تغيير الغازات اللي في الدم، يعني يرتفع الغاز اللي هو ثاني اكسيد الكربون وبيقل الاكسجين لان التنفس بيقف. كل ما بيزيد عدد مرات التوقف ويزيد مده التوقف دي بنسميها بقى اضطراب النوم. ابتدى التركيز على جزء حالات الحساسية اللي مش بتستجيب او اللي بيسموها الحساسية الشديدة اللي ما بتستجيبش للعلاج، او اللي كانت بتحتاج زمان انها تاخد كورتيزونات بنسب كبيرة. ابتدى يظهر تعديلات بقى ان هم يبتدوا يقترحوا ان احنا بنستعمل حاجة اسمها ادوية بيولوجية، ان ادوية موجهة للخلايا اللي بتعمل الحساسية دي في الجسم وتبتدي توقف مفعولها فتقلل تأثيرها وبتقلل بالتالي شدة الحساسية اللي ممكن يواجهها العيان. الحقيقة الادوية دي بدأت تتوفر عندنا في مصر. على الرغم مما حمله المؤتمر من بروتوكولات علاجية مستحدثة لعلاج أمراض الصدر المزمنة، إلا أن الأطباء أكدوا أن الوقاية تعد الحل الأمثل لمواجهة تلك الأمراض ومنها فيروس كورونا. محمد حلمي، التلفزيون المصري.